مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في أول حلقات برنامجكم خطوة بخطوة. في خطوة بخطوة بنفتح أفاق جديدة لتنمية وتحسين وتطوير بلدنا. من سنين وإحنا بننادي بأهمية العمل الحر، خصوصا وسط صعوبة توفير فرص عمل كافية للشباب في مصر. وفي خطوة بخطوة بنحاول نشجع المشروعات الصغيرة عشان تكبر ونقدر نحقق بيها تنمية لنفسنا ولبلدنا. تابعوا معانا حلقتنا النهاردة وتعرفوا على مشروعنا اللي ابتدى خطوة بخطوة. تعالوا نشوف النهاردة حلقتنا عن أحد مصانع تعبئة السكر. أشرف النحاس واحد من اللي فكروا بإيجابية وقرر إن هو يبدأ مشروعه بنفسه وينفذه خطوة بخطوة. أهلا بيك معانا أستاذ أشرف. أهلا وسهلا. بداية عايزين نعرف المشاهدين بمين هو الأستاذ أشرف النحاس. والله أنا كنت موظف في بنك العربي، وقبل كده كنت في البنوك طول عمري، وبعدين كان رغبتي إن أنا أعمل يعني أعمل مشروع حر أساعد به في نهضة البلد وكده، فاتجهت في صناعة السكر القوالب وتعبئة السكر بجميع أنواعه مع طحن السكر البودرة، وبرضو اتجهت لاستيراد السكر البني من الهند، وبعد كده بقيت اشتريه من المحلي، وبرضو اصنعه قوالب وابيعه في السوق المحلي، وبصدر كمان لدول زي العراق والاردن. ولقيت ان الشغل الحر طبعا مجاله اوسع وبيفيد البلد وبيشغل عمالة كتير، فطبعا ده كان افيد، فانا قلت افيد البلد احسن يعني. وبرضو الشغل الحر فيه ان احنا ممكن ننمي مواردنا بان احنا نعمل نوسع الصناعة، لكن برضو مهما كان الشغل في الوظيفة محدود وبيوصل في النهاية لحاجة محددة ما بقدرش ان انا انميها بعد كده. كنت بتشتغل في عمل حكومي او كنت بتشتغل في اي وظيفة وقررت تتخلى عنها عشان تنفذ فكرتك وعملك الحر؟ طبعا ما انا كنت الاول بشتغل في بنك، كنت الحمد لله كان راتبي كويس جدا، ولكن قلت اضحي بكده في سبيل ان انا اعمل حاجه كويسه تفيد البلد وتفيد الناس اللي في البلد. لكن ايه السبب الرئيسي في اختيارك لمشروع السكر بالذات؟ والله هي كانت جت كده من عند الله، لان كان واحد نصحني بالشغلانه دي، لان كان ما فيش منافسين كتير في المجال ده اللي هو سكر القوالب. فأما عملت الدراسة على المشروع ده بالذات لقيت انه هو فعلا ممكن يبقى ذو جدوى يعني، فاعتمدت على الله وابتديت فيه. لما سألت على المكن وكده وربنا يعني وفقني في شركة كويسة في تركيا هي اللي وردت لي المكن، والحمد لله يعني. ايه العقبات اللي واجهتك اثناء بدء تنفيذك لمشروع مصنع السكر او حتى مصنع تعبئه السكر اللي ابتديت فيه؟ اكيد واجهتك عقبات، عايزين نعرف ايه العقبات دي. طبعا في يعني مثلا الاجراءات الروتينيه في تاسيس الشركه وفي تاسيس المصنع، يعني الرخصه خدت وقت طويل، رخصه المصنع نفسها خدت وقت طويل بسبب ان من ضمن الاسباب مثلا الدفاع المدني ده بياخد وقت طويل قوي على ما يدي لك الموافقه، ولازم يجي عاين مره واثنين وثلاثه واربعه وبعد كده بيدي لك الموافقه. اخذنا حوالي 6 شهور على ما عملت
غير كده طبعا في بعض الإجراءات الحكومية زي مثلا عشان أجي أطلع السجل الصناعي، كل الحاجات دي بتاخد وقت، في حين إن في دول كتير بره يعني تقدمت في الصناعة ما عندهاش الإجراءات دي كلها، كل الحاجات دي بتتعمل بسهولة جدا وبيسر. فهي دي الحاجات يعني اللي أنا بتكلم فيها. أما أثناء بقى التشغيل حكاية انقطاع الكهرباء ساعات، الحاجات دي برضو بتعوق الشغل الصناعة بالذات. أتمنى يعني أن بعد استقرار البلد إن شاء الله الحاجات دي ما تبقاش موجودة. لكن بالنسبة للمشكلات اللي واجهتك أثناء بداية عملك للمشروع، يعني بالتأكيد واجهتك مشكلات في البداية في الحصول على تمويل، في تجهيز الماكينات، في الحصول على الماكينات نفسها، اشرح لنا المعوقات اللي واجهتك في البداية، في بداية تأسيس عملك، وإزاي قدرت تتخطى المعوقات دي؟ هي طبعا التمويل، أنا كان عندي قدرة الحمد لله إن أنا أمول المشروع، إلا طبعا بعض نسبة معينة مثلا لا تتجاوز 20%، دي قدرت ان انا اوفرها عن طريق الصندوق التنمية، لان انا ما لجأتش للبنوك لان انا عارف الفايدة عالية فيها، لان كنت بشتغل في بنك، فاتجهت لصندوق التنمية، وبصراحة هم ساعدوني فيه ومولوا لي الجزء اللي هو الشريحة اللي انا كانت عندي ناقصة عندي في التمويل. يعني بالنسبة لرأس المال اللي بدأت بيه مشروعك، رأس المال ده يقدر بقد ايه؟ لا رأس المال يعني هنقول مثلا حوالي 1.25 مليون اللي انا بدأت بيه، لكن حتى الآن انا ما توسعت بقى وجبت مكان ازيد، يعني وصلت لحوالي 2 مليون، بس دي اغلبها كانت من الصندوق. يعني بداية المشروع، عايزين نرجع خطوة خطوة لبداية تنفيذ المشروع، المراحل الرئيسية للبداية في عمله، التكاليف المبدئية، لأن احنا هدفنا ان احنا نعرف كل الأشخاص اللي نفسهم يبدأوا مشروعهم ان حتى لو كان في صعاب بتواجههم انهم يقدروا يتخطوها. عايزين نرجع لبدايات تنفيذ المشروع ده، ابتديت المشروع سنة كام؟ وإيه الخطوات الرئيسية اللي اشتغلت فيها؟ هو أنا الأول طبعا أهم حاجة إن الواحد دايما يبص لإمكانياته ويختار حاجة يقدر بإمكانياته الموجودة إن هو يحققها. فأنا ما بصيت لقيت دورت على الأرض والمكان اللي أقدر أبني فيه المصنع، ما لقيتش إلا أحسن مكان، ويعني في السعر وفي هو مدينة بدر، لأن كان سعرها معقول شوية في البداية. فعشان كده أنا بدأت في شراء الأرض وابتديت أبني على مهلي كده لحد لما اتبنى المصنع. فأهم حاجة في إن الواحد ما يبصش، لأنه لازم يعمل حاجة جامدة وكبيرة في الأول، ممكن تتعبه أو ما تمشيش كما يجب فيتعصب، لا يبتدي بداية صغيرة ويزيد ويكبر. هو ده اللي يعني اللي أنا أنصح بيه أي مستثمر صغير. يعني بعد شراء الأرض ابتديت تبني مشروعك إزاي؟ يعني احنا عرفنا أنك اشتريت الأرض وابتديت تجهز المكان، الماكينات، المراحل اللي دورت فيها على الماكينات، المراحل حتى دراسة المشروع نفسه والتجهيز لآلية العمل في المشروع، اشرح لنا التفاصيل عن الموضوع. والله هو المشروع أنا برضو ما اخترتش حاجة عايزة فنيات عالية قوي، عشان أنا مهما كنت أنا أساسا كنت موظف في بنك، وأنا معايا ماجستير في الإدارة وكل حاجة، بس أنا فنيات ما أقدرش. لكن اخترت مشروع، أولا المكن بتاعه يعني ممكن بسهولة صيانته، وبجيب فنيين طبعا، أنا جبت ناس مهندسين واشتغلوا معايا، ولحد الآن أنا عندي 2 مهندسين على كفاءة، يعني بيصينوا كل حاجة ولو بيحصل حاجة غير. لكن الواحد إن هو يخش في حاجة فيها تكنيكاليتي عالية قوي ده أنا ما انصحش بيه، إلا إذا كان هو فعلا راجل فني عالي، معلش يخش في حاجة زي دي.
طبعا المكن اللي انا اشتريته اغلبه من تركيا، وفي طبعا منه متصنع هنا في مصر زي المكن اللي هو بتعبئه العاديه بتاع الاكياس السكر، والمكن المطاحن كلها مصري. اما المكن اللي هو ما فيش منه هنا في مصر بجيبه كنت من تركيا، لان تركيا تتميز بان صناعتها كويسه ورخيصه. بس هو يعني المراحل طبعا انا بتعلم كل مادة، بتعلم من الاخطاء اللي بتحصل، لان انا اساسا دي ما كانتش مهنتي. ولكن انا واجهت في اول سنتين حاجات كتيرة، مشاكل وتغلبت عليها. حاليا انا دلوقتي في مرحلة زي ما تقول مرحلة فيها استقرار، لان الواحد تعلم من اخطائه، وبالتالي دلوقتي الحمد لله بنتجنب كل الاخطاء اللي احنا وقعنا فيها في الاول. بالنسبه لعدد العمال اللي بيشتغلوا عندك في المشروع، يقدر عددهم كم عامل؟ هو حاليا المستديمين 25 عامل، لكن في عشان احنا شغلنا موسمي برضو، ساعات في المواسم بيوصل ل 50 واكثر من 50. المشكلات اللي بتواجهك مع العمال بتكون زي ايه في العالم؟ والله مشكلات العمال، اولا العمال المصريين للاسف الشديد اغلبهم ما بيبقوش ملتزمين باجراءات العمل، وده في منهم بيبقوا عندهم اهمال في حكايه المواعيد، الشغل نفسه، الدقه في الشغل، في الحاجات دي. فاحنا بنحاول ان احنا بقدر الامكان يبقى في مشرفين على العمال على قدر كبير من الخبرة، بحيث ان هم يبقوا واخدين بالهم ويدربوا العمال في المجالات. حجم الانتاج العام اللي بيخرج من المصنع هنا بيقدر بالشهر مثلا اللي بينتجوا العامل الواحد مثلا، ولا الانتاج المصنع ككل؟ انتاج المصنع احنا يعني انتاجنا هو الطاقة الانتاجية بتاع المصنع حوالي 100 طن في الشهر. لكن احنا حاليا عشان الظروف اللي البلد بتواجهها والظروف السوق بنعمل حوالي 40 طن في الشهر. بالنسبه للمنتج النهائي بيتم تسويقه للمستهلك، او مين المشتري الرئيسي اللي بياخد منك المنتج النهائي للمصنع؟ لا، هي غالبا بيبقوا هايبرات كبيره وسلاسل، شركات كبيره بتاخد المنتج، وهي بيبقى لها عده فروع بتوزعه عليهم. وفي طبعا بنودي برضو لبعض السوبر ماركات والبقالات الصغيره، بس دي نسبه ضئيله. وفي نسبه طبعا التصدير بيبقى للدول العربيه زي العراق والاردن. الأسواق بالنسبة للتصدير، يعني بتصدر لدول عربية وأجنبية، ولا اتجاهك لدول عربية بس؟ لا، عربية بس لحد الآن، إن احنا لسه احنا في مرحلة بناخد الشهادات اللي هي معتمدة زي اللي هي بيسموها الهاسب، وفي بعض شهادات كده احنا دلوقتي حاليا في مرحلة ان احنا هناخدها يعني. بعد كده نقدر ان احنا نسوق لدول اوروبيه، لكن حاليا احنا دول عربيه اللي هي بتكتفي بس بان احنا بنديها شهادات صحيه معتمده، وبنبقى ماشيين على حسب المعايير اللي هي متطبقه عندهم في بلادهم. بالنسبه يعني طموحك في التسويق للدول او التصدير للدول العربيه واجنبيه، طموحك خلال كام سنه تقدر تصدر لايه؟ لا، انا طموحي الحمد لله، يعني احنا انا عندي طموح كبير ان احنا في خلال اقل من سنتين هنكون وصلنا لاوروبا، ومنتجنا ان شاء الله يوصل لاوروبا ويوصل لابعد من كده كمان ان شاء الله باذن الله. لكن بالنسبه لتاريخ بدايه مشروعك، تقييمك من يوم البدايه لحد النهارده، انت شايف ان انت بتحقق الاهداف المناسبه او الاهداف اللي انت سعيت لتحقيقها بشكل كامل؟ والله ما اقدرش اقول كده، لان انا للاسف لما جيت بدات المشروع بداته في 2009، بعديها على طول جت موضوع الثوره واللي حصل فيها اثر على السياحه، وطبعا المنتج بتاعنا
لحد ما منتج عالي شوية، يعني عايز برضو عميل عالي شوية، فكان بيتجه غالبا للسياح فتأثر طبعا. لكن هو لو في بإذن الله ما يبقى فيه استقرار، لا يبقى إن شاء الله الشغل هيزيد، واعتقد ان احنا هنكبر كمان المصنع ونكبر الطاقة بتاعته، وان شاء الله يبقى في سوق كبير يعني. بالنسبة بما اننا رجعنا لبداية انك ابتديت مشروعك في 2009، حابين نعرف بس عن القرض، هل حصلت على قرض لتمويل مشروعك ولتنميته في البداية؟ انا خدت القرض من الصندوق، كان في اول 2011. انا بدأت في شهر 7 2009، خدت القرض ده في اول 2011، فطبعا ده ساعدني على ان انا، كان طبعا التكلفه الراسماليه كان اغلبها استنفذتها من الموارد الذاتيه بتاعتي، فكان عشان راس المال العامل كنت محتاج لتمويل، فالحمد لله خدته من الصندوق. وبعد كده هم لما جيت وسعت هم برضو مولوا لي التوسع. كم القرض في البدايه؟ قيمة القرض في البداية كانت 100، وبعدين بعد كده خدت 500,000 في المرحلة اللي هي كنت فيها في التوسعات اللي هي كانت في 2013. طيب يتضح لينا وللمشاهدين بالتأكيد انك اثناء العمل على مشروعك وتنفيذ واجهتك كتير من المعوقات، وساعدت لتحقيق اهداف كتيرة من الاهداف اللي انت حاططها لنفسك وللمشروع بشكل عام. عايزينك توجه كلمة للمشاهدين بخصوص مشروعاتهم، او لاي شخص يسعى لتحقيق هدفه في مشروع او لعمل مشروع جديد، او حتى لاي شخص جالس في منزله مستني فرصة مناسبة، كلمة توجهها للشباب بشكل عام وللعاملين على مشروعاتهم الشخصية. هو اهم حاجة في المشاريع اللي هي بداية المشاريع، ان الواحد اولا لازم يبقى عنده صبر، ما يخشش على حاجة هو مش فاهمها خالص، لازم يا إما حاجة معاه ناس فاهمينها، يا إما هو يدرسها بقى دراسة كاملة قبل ما يعملها، ويدرسها من جميع الجوانب، لأن في حاجات بتظهر بعد كده بعد ما يعمل دراسة يلاقي حاجات غير متوقعة، لازم يبقى عامل حساب كل حاجة أسوأ الفروض. وإذا أي واحد، بس الواحد ما يقاسش يعني، حتى لو بدأ حاجة وفي الأول ما مشيتش لازم يصبر ويحاول يعالج الأسباب اللي ويستمر. يعني أنا بقالي أهو، أنا قعدت أول سنتين كنت تعبان، بعد كده الحمد لله الدنيا مشيت، يعني السنة دي الحمد لله دينا بنحقق أرباح كويسة. مشاهدينا، بعد ما سجلنا مع الأستاذ أشرف نحاس فوق، نزلنا للمكان اللي بيتم فيه العمل الأساسي في المصنع عشان نتعرف على آلية العمل. احنا دلوقتي متواجدين في المكان اللي بيتم فيه تحويل السكر من شكله الخام إلى شكله سكر المكعبات، أو حتى الشكل النهائي للمنتج اللي بيتم تغليفه. معانا الباشمهندس محمد رمضان، وهو أحد المهندسين المسؤولين عن تشغيل الماكينات هنا عشان يشرح لنا آلية العمل في المصنع. باشمهندس محمد، أهلا بك. أهلا بك يا فندم. بداية عايزين نعرف تفاصيل العمل هنا وآليات العمل في المصنع، الماكينات دي بيتم تشغيلها إزاي؟ المكنة دي حضرتك ليها احتياطات كتير لازم أبدأ بيها، إن أنا أحافظ على الفولت اللي داخلها في البداية، أحافظ على البساتم اللي عندي اللي هو أهم حاجة عندي الاسطمبة، ان انا احافظ عليها ان هي بيبقى فيها سكر على طول مع ميه. فانا اول حاجه ببدا اغسل المكنه غسيل كويس، علشان في اليوم اللي قبليه بيبقى السكر لازق مع البسات، فهو ايه ممكن البسم مع التشغيل في البدايه يتكسر، فانا يوميا احتياطات تشغيل ببدا اعملها على طول.
اللي هو اهم حاجه اخلي بالي من الفولت بتاع المكنه، بيبقى من 340 لحد 420، ده الفولت اللي هو المسموح بيه ان المكنه ما يحصلش فيها حاجه. بالنسبه تاني حاجه ان انا بعملها ان انا بغسل المكنه بميه بارده في الاول وبعد كده ميه سخنه عشان اتاكد ان البساتم في حركه سلسه وحركه سهله. طيب العمل الاساسي بتاع الماكينات اللي موجوده هنا، الدور الاساسي اللي بتقوم بيه في المصنع ده هو ايه؟ الدور الاساسي بتاع الماكينات كلها هو تحويل السكر من الشكل بتاعه اللي احنا عارفينه اللي هو السكر السايب الى اشكال. انا دلوقتي عاوز اعمل مكعبات، المكنه اللي قدامنا دي حضرتك دلوقتي دي بتعمل مكعبات، معايا مكنه تاني بتعمل اشكال، في مكنه تاني مكنه ازرف تعبئه وتغليف بتعمل ازرف، بس على حسب استخدام المستهلك. بالنسبه للانتاج انت بيبقى ضروري تواجدك اثناء عمليه الانتاج بشكل كامل ويومي، ولا انت يعني دورك الاساسي هو تشغيل المكنه وبعدها بيتوقف دورك عن عمل هنا؟ هو دلوقتي حضرتك يعني الصح ان انا ابقى موجود مع المكنه باستمرار مع جميع المكن. انا دلوقتي ممكن اشغل مثلا يعني لو عندي ثلاث ماكينات اشغل معاهم ثلاثه فنيين كويسين واتابع التشغيل بسرعه، لان المكن ده شغال مثلا نسبه ميه، درجات حراره، ممكن نسبه الميه تزيد على حسب نوعه السكر، فانا لازم ابقى موجود باستمرار واباشر علشان السكر يطلع لي في الاخر ايه على الطريقه اللي هي افضل طريقه ان هو ايه يبقى مقبول معايا. لكن بالنسبه للمشكلات اللي بتواجهك اثناء العمل على الماكينات دي، يعني احنا شايفين الماكينه حجمها كبير جدا. طبعا. بتواجهك مشكلات بشكل يومي اثناء العمل عليها، او بتواجهك بعض الاعطال اللي بتحاول تلافيها؟ طبعا بعض الاعطال، ان دلوقتي حبيت السكر المكعب انا عاوز يطلع بشكل كويس عشان المستهلك او المستخدم يبقى مستريح هو بيستخدمه. فانا دلوقتي ممكن تحصل لي نقره في السكر ولا حاجه، فانا بظبطها مع اللي هي الايه التشغيل، مهمات التشغيل اليوميه او مهمات الصيانه اليوميه، بس هي ديت يعني المشاكل اليوميه اللي بتحصل معايا. ممكن تسمحوا بان في شكل من الاشكال الانتاج ما يكونش بالشكل المكعب السليم او شكل حتى الزوايا الحاده بتاعه المكعب؟ لا طبعا حضرتك، هي الشكل اللي احنا متفقين هنا او شكل البسم الاساسي او شكل المكعب اللي انا عاوز اطلعه ما ينفعش اي شكل غيره، علشان هو ده طلب المستهلك، فانا لازم اطلعه زي ما هو طالبه بالظبط. مشاهدينا، ده كان حوارنا في احد المشروعات الصغيره الاساسيه في اللي بيتم فيها العمل على اساس تحقيق بعض الاهداف اللي سعى صاحب العمل لتحقيقها، على اساس ان هو واحد من الاشخاص اللي وجدوا عندهم هدف وسعوا لتحقيقه، مشروع من المشروعات الصغيره اللي بنتمنى ان شاء الله ان المشروع ده يصبح احد المشروعات الكبيره في البلاد، ونتمنى ان كل صاحب مشروع صغير في مصر يقدر يوصل بمشروعه انه يبقى واحد من اكبر المشروعات اللي بتساهم في نهضة البلاد وتحسين حالة الاقتصاد المصري بشكل كامل. دي كانت حلقتنا النهاردة، تحياتنا ليكم، واستنونا في حلقة جاية ومشروع جديد ونظرة امل جديدة. مع السلامة.